اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. السجق متحدد اقامته يا اما طاجن يا اما بناكله سندوتشات، والباميه اللطيفه باللحمه الضاني لا تتنازل عن اللحمه الضاني. فايه رايكم نعمل النهارده طاجن الباميه بالسجق والسجق ضاني؟ ايه رايكم؟ تعالوا شوفوا نعمله ازاي بافكار بسيطه وسهله، ونغير من منظومه الباميه مع اللحمه الضاني. السجق مع اللحمه مع الباميه اكيد هيكون له طعم تاني، ولكن في تريكايه هنشوف الشيف المغازي يعملها ازاي مع الكزبره الخضراء والكزبره الناشفه، الاثنين متحدين في الطاجن. معانا الرز بالشعريه هو عدل الطاجن ده. دايما الباميه والملوخيه يا اما تحب الرز بالابيض او رز ابيض يعني، او رز بالشعريه. هنعمله مع بعض النهارده بطريقه سهله وبسيطه. جاي بقى على بالي النهارده الفواكه حلوه جدا دلوقتي، وشايف الكمثرى وعندنا جوافه وعندنا عنب، فتعالوا مع بعض نعمل فطيره الفواكه بالجنزبيل والمكسرات. فطيره قيمتها الغذائيه عاليه جدا، وهنعملها بالعسل، لها تركايه برضو ازاي نقدر ان احنا نستغل وجود الفواكه، نقدر ان احنا نغير من طعمها مع فطيره حلوه او نعملها كومبونتو زي ما احنا عايزين. تفاصيل في الحلقه النهارده بسيطه وسهله، ولكن خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ايه حكايه باميه بالسجق. اول مره اسمع عنها، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنشوف مع بعض ازاي نعمل طاجن باميه بالسجق البلدي والسجق ضاني، يعني اللحمه المفرومه اللي جوه السجق ضاني. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، ولكن الجديد ان انا ازاي اعمل الطاجن الباميه بالسجق. معانا باميه طازه للامانه، يعني انا ما كنتش متوقع ان هم يجيبوا باميه طازه. باميه طازه، وانا بحب الباميه اللي بيبقى فيها لونين، لون برتقاني كده او لون احمر مع لون اخضر، الوانها جميله. حلو، تتقمع الباميه، بعد ما تتقمع تتغسل. الباميه ما تتغسلش قبل التقميع، تتقمع تتغسل، تتحط في ميه ساقعه وتتغسل. ومعانا سجق بلدي، ومعانا بصل، ومعانا ثوم، معانا كزبره خضراء وكزبره ناشفه، وزيت زيتون وسمنه. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي ونسيبها على النار، لان معانا فطيره عايزه شويه شغل. فطيره بالفواكه، انا هعمل العجينه مع حضراتكم على الهوا لان دي مطلوبه من خلال السوشيال ميديا، واحنا بنحترم متطلبات السوشيال ميديا. يقولوا لنا يا شيف مغازي ايه الفرق بين فطيره فواكه او فطيره هنعملها مع فواكه وفطيره هنعملها فطيره محشيه مكسرات او فطيره محشيه مشلتت او البيتزا؟ يعني المعجنات حضراتكم عارفين ان هي لوحدها قصه كده، يعني لازم الواحد يحدد موقف كل عجينه. تعالوا نشتغل مع بعض في الباميه. حل على النار شديده الحراره، بنحط فيها معلقتين زيت زيتون مع شويه سمنه بلدي. حلو الكلام؟ بتحط ليه يا شيف زيت قبل السمنه او الزبده علشان ما تتحرقش، لان دايما الطاسه بتاعتي بتكون سخنه. حلوه قوي، حط بصلايه حلوه تتحمر بالشكل ده كده، والبصله بتتحمر، بنحط عليها شويه الثوم وشويه البهارات الحلوه. التومه دي غير التومه اللي انا اعمل بيها الطشه، اهي زي الفل. الله، والبصله بتتحمر. شوف التركايه بقى، بننزل بالباميه، ما تستنيش عليها لما تحمر، كله بيتحمر مع بعض. زي ما انا شغال كده، كله ورا بعض. لازم الباميه تشرب طعم البصله والتومه. باميه لونها جميل. الويكا يا ويكا، اكرا ويكا، اكرا ويكا. على فكره دي ممكن نعملها سلطه، اذا احنا حابين نعملها سلطه نعملها سلطه. حلو بالشكل ده كده، الله، واسيبها كده شوحها على النار مع البصله مع التومه، تاخد الخضار واللون مع رشه ملح جريئه. ملح على الباميه في حاله التحمير خلاها خضراء. هنشوفها دلوقتي مع بعض، واسيبها على النار وانساها شويه. معايا سجق بلدي هقطعه، احمر البصله كده مع التومه، بس
سريع التحمير واسيبها من وقت للتاني. الله، فكرة حلوة دي يا عم الشيخ. والبامية لازم تكون كبيرة عادي، يعني البامية على فكرة البلدي دي طبيعتها بتلاقي واحدة صغيرة واحدة كبيرة بالشكل ده كده، واحدة ملونة واحدة مش ملونة، عكس البامية اللي بتبقى فريزن أو مجمدة بتلاقيها كلها حجم واحد، يا إما صغيرة كلها مقاس واحد يا إما كبيرة. وهي بتتحمر بحط شوية بابريكا عليها كده، بهارات يعني، بابريكا حلوة كده، شوية كمون حلوين، شوية فلفل اسود حلوين. تاكل شوية بامية حكاية حلوة. واسيب التحمير شغال بالشكل ده كده. فكرة انك تعمل بامية بالسجق دي جت ازاي يا شيف مغازي؟ خلينا نستطعم اللحم الضاني اللي موجود في السجق بتاعنا ده كده مع البامية. ادي السجق بتاعنا بلدي اهوت زي الفل، بيتقطع مكعبات جبناه من عند الجزار حبيبنا. السجق دايما باللون بتاعه ده الحلو ده لازم يكون بيلمع، ده يا اختي ما يتغسلش على فكره. السجق ده علشان تستفيدي بيه وتعرفي ان هو كويس لازم يبقى باللون الحلو ده كده، ما يتغسلش بميه. ده كل القصه بتجيبي منديل وتبليه ميه، تبداي انك انت تشطفيه بالمنديل او بالشاشه. حلو الكلام اهو، تعالوا نقطعه مع بعض. سكينه حاميه ولازم تكون حاميه عشان ما يتكسرش مننا. حلو كده. التقطيع قد الباميه تقريبا يعني. حلو. نعم يا غالي، نعم يا حبيب قلبي. والله ممكن نعمله سندوتشات عادي يعني. ده هيتحمر في الزيت زي ما هو كده، في زيت غزير. اوعي تنزليه على الباميه زي ما هو كده، هيقلب على لحمه مفرومه على طول. ده السجق بتاعنا الحلو، بناخده في كسروله. الرز بالشعريه بتاعنا ده اساسي للاكله دي. ناخد السجق ده كده، شفت التقطيعه دي؟ حلو زي ما هو كده. تقريبا قد ايه يا عم الشيف الكميه؟ يعني لو الباميه بالكميه اللي معانا دي تقريبا كيلو باميه، ممكن تحط نص كيلو سجق، ممكن تحط كيلو سجق انت وجيبك يعني، ده المطلوب. حطيت كيلو هيبقى السجق كتير في الباميه، حطيت نص كيلو هيبقى السجق قليل في الباميه، وهكذا. ولكن انا مع الاعتدال يعني، كيلو الباميه ياخد نص كيلو سجق تقريبا. وفرت على نفسك وعملت اكله فيها اللحم الضاني، فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، ولادك استفادوا بالبروتين اللي موجود فيها، وهي اكله جديده محدش عملها لك قبل كده. الباميه بتتحمر على النار، ايدي في النظافه على طول اهو. شوف الباميه اهي الله اهي زي ما انا شغال كده اهو، خدت لون مع البصله ازاي. ايه التركايه هنا بقى؟ واحده واحده كده مع بعض. انا نزلت بالبصل والثوم مع سمنه بلدي ومعلقه زيت، ما استنيتش عليهم، بس هس على ما رحت جبت الباميه من مكانها نزلت بيها واحمر كده مع التوابل اهو. الباميه استوت وانا واقف معاكم على النار. حلوه اهو، التقليب المستمر ده كده اهو. ناخد السجق بتاعنا الحلو ده كده في زيت غزير شديد الحراره، ننزل بالسجق كده واحده واحده. ما عنديش قلايه زي بتاعتك يا شيف، اعمل ايه؟ اعيط احط ايدي على خدي؟ لا، زيت في الطاسه اللي بتحمري فيها بطاطس وهتعملي نفس الطريقه، بس دي معانا عشان حضراتكم عارفين احنا ايه في الاستوديو. ده الطبيعي. دي مش عندك، طاسه على النار اللي بتحمري فيها البطاطس كل يوم للاولاد، هتحمري فيها الباميه، ممكن مكان تحمير البطاطس كمان. شغالين في التحمير. باميه خدت لون، اعتقد ان هي شربت التوابل مع البصله والتومه اهو، شوحتها تشويحه حلوه لطيفه جميله. انزل بشقشاء ميه عاليه واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هو ده هو ده. تقليبه تانيه
اعتقد ان الباميه في طريقها للسوى خلاص. اهم حاجه شويه الماء اللي انا حطيته من دولت خدوا الطعم مكان التحمير والجوس مكان التحمير. عايزه تقلي بقى ويكه هتنضرب في الخلاط، بس انا عايزها صحيحه كده. معانا صوص طماطم لطيف وجميل او طماطم مبشوره، وقلب بقت باميه زي اللي احنا بنسمع عنها وزي اللي احنا عارفينها، ناقصها الهبر. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. سيبها زي ما هي كده على النار، رشه سكر حلوه. طب السكر ليه مغازي؟ عشان مشاكل الحموضه اللي موجوده في الطماطم. حلو، فلفل اسود، واغطيها. اوعي تنزلي بالسجق دلوقتي خالص، تغطيها كده. يلا بينا. دي هنعمل لها طشه بالكزبره الخضراء والتومه. لحظه التقديم، اغطيها. يلا بينا. هو ده تمام. اخبار السجق ايه؟ بص عليه بقى. الله، ارفعه من النار. شكرا. حلو، طيب كده احنا خلصنا حاجه مهمه جدا. ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الدلع ده؟ تعال ماشي نطلع فاصل. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل يا شيف مغازي، نشوف ازاي فكره عمل فطيره محشيه فواكه مشكله. ايه هي الفواكه اللي موجوده في درج الثلاجه؟ انا مش هخليك تجيب حاجه من بره. عندك عنب الولاد ما كلوهوش، عندك موز قشرته اتغيرت، عندك شويه جوافه، شويه كمثره، شويه خوخ، شويه اناناس. اللي موجود عندك هناخد ده كله مع بعض، ومع التركيه بتاعه المغازي شويه مكسرات. خلونا نشوف ازاي نعمل فطيره محشيه فواكه مع جنزبيل، واحنا عارفين الجنزبيل من فصيله الدرنيات اللي بيساعد على سريان الدم ونطرشيه الدم في الدوره الدمويه في انحاء الجسم. بصل، جنزبيل، ثوم، لكن مش هنحط بصل وثوم في الحلويات، اكيد جنزبيل. فاصل، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي فواكه مشكلة باللي موجود عندك؟ طبعا احنا شفنا الفواكه في المقدمة بتاعتنا، الطبيعي ان احنا بنقطعها، بنفصص العنب، بنقطع التفاح. التفاح بيسود مني يا شيف مغازي، الموز بيسود مني، على مبدأ اشتغل اعمله فروت سلطة، اعمله فطيرة. اخرج من المشكلة دي ازاي؟ ببساطة جديدة، محلول حمضي اللي هو عصير الليمون، والمقادير على الشاشة. عصير ليمون أو برتقان، انزل الحموضة بينا، انزل أي أكسدة بينا. والمقادير على الشاشة. البرتقانة دي حلوة أوي، ناخدها كده وعصرها على الفواكه الحلوة دي كده بالشكل ده كده. تقعد عندك أسبوع في التلاجة، لا التفاح لونه يغير ولا الموز لونه يغير، وتاخد اللمعه الحلوه دي كده. بيسالوني على السوشيال ميديا يا شيف مغازي، بروح اشتري تورتايه من محل الحلويات واقول له عايزها بالفواكه، اخد الفواكه من المحل، بتكون بتلمع على التورتايه ولها لمعه كده لطيفه وجميله، ببقى عايز اخش جوه الباترينه اكلها. بس اروح البيت الاقي الفاكهه فيها ريحه مش طازه. طب نعمين. طب اللمعه دي جت منين؟ هو ده الكلام بقى، ده اللي انا عايز ايه اركز فيه. لمعه الفواكه وبريق الفواكه، اخواننا الحلوانيه واللي بنى مصر في الاصل حلواني شاطر، بيجيبوا الجيلاتين. الجيلاتين البودر او الجيلاتين الالواح، ده نوعين، لا رائحة ولا شكل ولا لون، لونه أبيض كده، يتحط في مية مغلية ويتدوب، يبقى لزج بفرشة كده ويمسك إن هو إيه على الفواكه. تقعد معاكي أسبوع، تقعد معاكي شهر، الفواكه واخدة كفر خارجي لطيف وجميل من الجيلاتين، وأنت شايفاها بتلمع وزي الفل، دبلت من جوه، طلعت ريحة من جوه. الكلام ده يبان وقت ما ناكل، فعشان كده أنا بقول لك على التركاية. فإيه المطلوب وأنت في نفس المكان؟
تشوف الفواكه دي بطريقتك انت، تمسكها بايدك تشميها تعرف ان هي طازه ولا مش طازه، في حاله ما عندكيش ثقه في المكان اللي بتاخدي منه التورتايه. انا حبيت بس انوع عن الموضوع ده. يا نعم الله عليك، هو ده. بص على السجق، لا بص على الباميه وشوف السجق. انا حاطط الاثنين جنب بعض عشان انا عارف انك بتحب الحاجات دي، خلي بالك. اه باميه بتغلي، لا استوت في طريقها للسواقه، شويه باميه حكايه. سيبها على النار تغلي. السجق مش هتنزل بيه خالص دلوقتي. ومعانا السجق بتاعنا متحمر وجاهز. شفت ازاي عامل زي الايه؟ شفت ازاي مقرمش ازاي وزي الفل؟ مش هينزل خالص دلوقتي. اغطي الباميه بتاعتي واسيبها. لان لينا مكان تاني دلوقتي ولينا كلام معاها بعدين. تعالوا نشتغل في الفطيره بتاعتنا. هنعمل العجينه مع بعض. ادي الفواكه. وادي مقادير الفطيره. ونحط دقيق. حلو. عايز اعمل فطيره بمزاج. حلو زي الفل. المقادير بتاعتي بيض. حلو. رشه ملح على البيض. رشة فانيليا على البيض. في العجينة. بشرة ليمون على العجينة. زي ما انا شغال كده. حلو قوي. وابدأ اعجن العجينة دي كده. وانا شغال ادوب البيض مع العجين. استعين بسمنة، استعين بزبدة، المادة الدهنية اختياري، يا زبدة يا سمنة، زيت لا، يا زبدة يا سمنة، زيت لا. البيض فين؟ اختفى. حلو. معانا زبدة. جو حر، حطها كده في قلب العجينة بالشكل ده كده. مع البيض مع الزبده، وامسك الدقيق كده اعمله ايه؟ مبروم. عارفين المبروم؟ المفتول بيسموه في بلاد الشام، اللي هو الكسكسي. الله. الكسكسي ليه مسميات كتيره، يا مبروم يا مفتول. وانا شغال كده. نعم يا غالي. ما احبش العجانه انا على فكره، العجانه تحت مني اهيت والله، في الدولاب تحت مني. وعجانه لسه بكرتونتها، ما احبش اشتغل بيها، انا احب استطعم واحب اعيش قصه امي كده وحكايه امي، لا كان في عجانه ولا في خلاط ولا في كبه. اتكلم الصراحه يعني، ايد كده اهو، شفت ازاي؟ هو ده، هو ده. شفت مخرجنا؟ هو ده. فين البيض؟ فين الزبده؟ فين البيض؟ فين الزبده؟ فين البيض؟ فين الزبدة؟ جوه الدقيق. وانا شغال. اي حاجة هتحطها دلوقتي هتلم لك العجينة دي. مية دافية ماشي، حليب دافي ماشي، عسل ماشي. فيها طعم الفانيليا. دي مهمة جدا. لسه ما خلصتش وانا شغال. حلو. تسلم ايدك يا عم الشيف. زي ما احنا كده. الله اكبر. خلي بالك الرخامه او الكوانتر اللي انت شغاله عليه او الطبليه لازم تكون نظيفه، ما يكونش مكانها لا توم ولا بصل. شويه حليب اختياري، ممكن تكون انت عايزه تعملها بالميه عادي، خلي بالك دول كفايه اختياري. نجيب الكسروله ونبدا نشتغل. دي الفطيره بتاعتي. زي ما انا شغال كده. بتاخد منك وقت معلش، العجانة مش هتعمل اللي أنا بعمله ده.
العجينه مجرد ما تشغليها على رقم 2 ولا رقم 1 هتعمل لك عجينه. انا عايز بقى ايه الحاجات ديت اللي هو اللي بيطلع معايا ده كده، الاشكال الهندسيه اللي بتطلع معايا دي كده، الاشكال اللولبيه اللي بتطلع معايا دي كده، لولبيه. هقولها كده يا فاروق يا شفيق، لولبيه. شفت يا حلو. نجيب الكسرولة بتاعتي، زي الفل يا عم الشيف، والم العجينة كده واخليها على جنب. مش هنفرد عجينة ما تقلقش، مفيش فرد هنا عجينة، مفيش نشابة هنا، خلي بالك موضوع مختلف النهاردة. حلو، نغير ده كده بقى، خلصنا من العجينة. الكسرولة هتخش الفرن معانا مكانها هنا، فطيرة حصريا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية بالتركاية البسيطة السهلة. هناخد نص كمية الخليط ده وندخله الفرن كده. زي ما هو كده. وهيخش الفرن معانا. المقادير على الشاشة تاني عبارة عن دي كوبايتين، لكل كوباية بيضة. حلوة. حطينا فانيليا وحطينا برتقال، فانيليا ورشة ملح. حلو الكلام. ومسكنا العجينة زي ما حضراتكم شفنا كده، فركناها فركة كأننا بنعمل الكسكسي، ولازم تصبري عليها شوية، ده مهم جدا على فكرة. ليه يا عم الشيف المغازي؟ أفلفلها. بعد الفلفلة الحلوة دي يا عم الشيف بلمها بزبدة وحليب، بلمها بزبدة وحليب، وبعدين باخد نص الكمية واصبر عليها شوية، أحطها في قلب الكسرولة بالشكل ده كده وأدخلها الفرن. فين مكانها في الفرن يا عم الشيف؟ في منتصف الفرن. بسم الله. مكانها هنا. يلا بينا اهي. بص عليها كده. الله عليك. بس سيبيها شوية بقى. ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه المطلوب من الفرن؟ ان هو يكرمل لي العجينة بتاعتي بالشكل ده كده. طيب عندي بقيه العجينه عايزها، هنقول لحضراتكم هنعمل ايه فيها بعد كده. ومعايا فواكه مشكله، الموز هقطعها عليها، فسيبوني مع تقطيع الموز وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف ايه فكره عمل فطيره بالفواكه بطريقه مختصره بطريقه بسيطه وسهله. معايا طاجن باميه بالسجق البلدي، وعاد للسفرة بتاعتي شوية رز بالشعرية، الشعرية أكتر من الرز. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الأخيرة لعمل شوية رز بالشعرية، واخدين طعم الحبهان، ورق اللورو، قرنفل، بعشق القرنفل أنا مع الحبهان، في ثلاثي لما بيتحدوا مع بعض بيدونا طعم ملوش مثيل. شجيني يا عم الشيف، في ثلاثي لما بيتحدوا مع بعض في اكله بيدونا طعم ملوش مثيل، وخاصه مع الرز بالشعريه. ورق لورو، حبهان، قرنفل، ورق غار، مسمار، هيل، دي المسميات بتاعته. كفايه رز. نقلب. نعم، انا مش عايزك تقلق من ناحيه الباميه خالص. الباميه انا مجهزه ومحضره، هنزل عليها بالسجق والطشه الحلوه اللي على عين البوتاجاز دي كده، وشويه الرز دول تكونوا استووا معانا وخلصنا. ايه خلاص خلصت. ملاحظ انت الشعريه كتير. انا بعشق الرز بالشعريه، والشعريه تكون اكتر من الرز. عايز احمر الشعريه تكون كلها حبه واحده زي ما انا شايفها على الشاشه دلوقتي. حط شويه ملح مع الشعريه، وحذاري انك تنسي
انك حتى ملح وتكرري الملح مرتين. معايا ميه بتغلى على النار، الحله بتاعتي جاهزه كده، يلا بينا. اللهم صل على النبي. هو ده بس خلاص. تعالوا مع بعض نشوف اخبار الباميه ايه. شيف طول على الباميه. اهي لسه ما خلصتش انا. الله، راح فين الصوص الطماطم يا عم الشيف؟ شويه الباميه دول حكايه. باميه استوت. الله، نعمل ست الكل. حطيت معلقه سكر عشان الحموضه. كل اللي انا اعمله دلوقتي، الطاسه عندي شديده الحراره دلوقتي. حلو قوي. معانا شويه توم، دي اهم حاجه اللي انا هعمله دلوقتي اهو. الله، توم الكثير ده، توم صوما كثيرا. الله الريحه، الله الريحه. حلو، عينيا. حاضر، خرجنا مش عايز على البوتاجاز هسه. حلو. هنعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ لا اظبط الدنيا معايا، الله يوفقك. هناخد الكزبره الناشفه والكزبره الخضراء، الاثنين اتحاد قوي. الله الله على الريحه الحلوه. لسه ما خلصتش. عصره الليمون المحترمه، يلا بينا يلا بينا. اوه ده، الله، زي الفل. ونسيبهم غلوه على النار. حلو. اخبار الباميه لسه. السجق مش دلوقتي خالص، انا مش عايزك تستعجل على السجق. السجق ده لازم نستطعمه واحنا بناكل الباميه، تبقى الباميه طريه زي الويكه، والسجق ده بيديني طعم الفزد وتحت اسناني. انا عايز اوصل للسورس ده. خلي بالك تاني، الباميه هتبقى طريه تحت اسناني زي الويكه كده. شفت الطعم ده اهو؟ الباميه خلاص اهي. حلو. شربت الطماطم والصوص وجميله زي الفل اهي. فاضل شويه وهرسها كده. بص 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 اهي. شوف الباميه اهي. هرسه كده، نص هرسه كده، تديني قوامها وشخصيتها ودلعها شفت؟ اول ما تبان البذره بتاعتك تعرف ان هي جاهزه، بقت ويكه. شفت؟ هو دي، هي دي، هي دي. الله، ده حصريا طبعا اللي بعمله ده، حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس. فينك يا ويكه؟ تحيه كبيره لاهل اسوان، الناس الطيبه، الاقصر، الصعيد الجميل اللي انا بوجه له تحيه كبيره من ماسبيرو. شايفين الباميه والويكه؟ الله عليك يا عم الشيف. استوت. حلو. ناخد الطشه بتاعتي. تعالي يا حلوه، تعالي يا شربات، زي ما هي كده. العب. هو ده تمام. السجق بتاعنا، شفتها في الكتاب دي يا مغازي؟ يا راجل يا طيب، لا كتاب جابها ولا جوجل يجيبها. قال لك السر في الطاسة، والمغازي وصل للخلاصة. بس خلاص، زي ما هي كده. ألف هنا وشفا اللي ياكل منها. ارفعها من النار، يلا بينا. حاضر، عينيا عينيا. يلا بينا نغرف دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده هو ده. باميه بالسجق البلدي، ويكه بالسجق البلدي. دي عايزه العيش وعايزه الرز بالشعريه. الف انا وشفا. تمام، تعالوا نشوفوا مع بعض الفطيره بتاعتي. بص على الفطيره وجمالها، بالله عليك بالله عليك، تغازلها وهي طالعه من الفرن. هحطها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الكرمله؟ هي دي الكرمله اهي، زي ما هي كده. الفواكه بتاعتي جاهزه، الموز. الله، انت لو انا عايز اسمعك صوت، بالله عليك تقدر تجيبه لي؟ سامع الخربشه دي؟ سامع القرمشه دي؟ سامع الصوت اللي يجوع ده اللي هو ده؟ شفت الدقيق مع زبده مع بيض مع فانيليا مع شويه حليب؟ بسكوت. ننزل بالموز. وحقوق الطبع لدينا وبس.
على شاشة القناة الأولى. بجد يا شيف؟ آه عندي الجوجل اهوت مش بيكذب. الله لسه ما خلصتش. دي فواكه بس نازلة على إيه؟ على تأسيس. هو ده شوية الفواكه وشوية العصير دول أنا عايزهم. أهو ركزي معايا بالله عليك، معايا الخلطة بتاعتنا. بص هحطها فين؟ فين؟ فين يا مخرجنا؟ أهي 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 مكان الشربطة يا شربطة. أهو أهو وأقلب العجينة دي كده بإيدي برضه، ما تعجنيهاش، اوعي يخونك ايدك وتعجنيها، انا عايزها كده اهو 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 اهو. وننزل بقى هنا كده. الله، درجة حرارة الفرن ما زالت، انا عايز احطها في الفرن عشان عندي رز بشعرية ابص عليه. شفت العجينة دي؟ اهو فيها عنب، فيها تفاح، فيها موز. يلا بينا في الفرن. تطلع من الفرن يا عم الشيف وهي سخنه زي الفل، معانا عسل، ويجعل ايامنا عسل يا رب. قولوا امين. عسل اطفى اولى زهره برسيم، جاي لي هديه من المنوفيه، الرجاله الطيبين. اه مش دافع فيه فلوس، اصدقائي في المنوفيه لما بيزوروني بيجيبوا لي عسل من المنوفيه. تحية كبيرة كبيرة قوي قوي لمحافظة المنوفية. هناخد الخليط الحلو الجميل ده كده زي ما هو اهو. اه بص على الحلاوة دي كده، بص على الشقاوة، بص 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 اهو في الفرن اهو. بص عليها بالله عليك اهو، ابعد خالص واسكت. حاضر يا فندم. يلا ايه الجمال ده؟ فيها خبرة طاوية كتير على فكرة، دي خبرة 30 سنة في قلب الفرن. كرملة الدقيق مع الزبدة مع البيض مع الحليب مع الفانيليا خدونا في حته تانيه خالص. عينيا الله عليك. اه يلا بينا. بص على الباميه، بص على شقاوه الباميه. عينيا شفت الباميه؟ تحس ان هي ايه؟ عندها ثقه في قعدتها في الحله، واثقه من نفسها، فيها طعم السجق البلدي، واخده الطشه الشقيه. اه لا والهرسه اللي انا هرستها لها كده وطلعت مخالبها وزورها وشقاوتها والطعم المصري بتاع الباميه اللي فيها حكايه. ناخد الرز، بص على الرز اهو يا فندم، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهو. عينيا اهو، بص على بص شوف انا عامل الرز ازاي اهو. بص اهو اهو اهو، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اهو استوى طبعا يا شيف، انت ممكن تقعد جنبه في المطبخ ساعه لما يستوي. الله يلا نغرفه مع بعض، بس مش عايز اغرفه كده بجد. كل ما اعمل رز افتكر التركايه بتاعت امي رحمه الله عليها، امهاتنا الخير والبركه. ايه التركايه بتقول يا مغازي بتاعتك بقى؟ الله هي دي سمنه بلدي، والبلدي يوكل اهي على وش الرز. وسيبيها وانسيها، بس لازم تغطي الحله هسه شويه على ما اجهز الطبق بتاع الغرف. مش لازم تحطها على النار، بره النار. رز بشعريه على طريقه امي واكله امي. يلا بينا اوريك شويه رز حكايه. بص 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 هو ده اهو. ايه الحلاوه دي؟ اهو قلب الرز، تشم ريحة الريف المصري والصعيد المصري وشماخة السمنة البلدي في قلب شوية الرز. الله نعم يا غالي. ممكن بقول لي ممكن يعني نجيب طاسة ونقدح السمنة دي وننزل بقى على الرز؟ لا عنفتي هي أمي كانت تعملها كده. طب إيه الفرق يعني؟ السمنة بتنزل بشخصيتها وبركتها على الرز والنشويات الرز، فالرز ياخد من طعمها. إنما لما بقدح السمنة ده موضوع تاني، تحطها على عصيده بيني وبينك يعني. الله سامع صوت الرز وهو نازل في الحله. بص 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 عجن؟ لا. استوى؟ فلفل؟
ألف هنا وشفا، طعم الحبان فيه، ورق اللورة فيه، القرنفل فيه. يلا بينا. اللهم صل على النبي. هنروق الدنيا كده عشان مخرجنا بيحب يشوف الصورة حلوة. نعم، احنا معانا وقت قد ايه يا اساتذه؟ قولوا لي. حلوه قوي بنت حلال، هم دول المطلوبين للكرمله بتاعه الدقيق. ادعي معايا تطلع معايا زي الفل عشان عايز اشربها عسل. اطفى اولى زهره برسيم. اه حلو، يلا بينا. الطلب مش محتاج اي برزنتيشن، هو ورق اللورا لوحده كده برزنتيشن، خلي بالك. اه والباميه بتاعتي مش محتاجه حاجه، يعني ممكن اقعد نعناع حلو يتحط عليها كده ماشي، سلايز من الليمون ماشي حسب الرغبه. انا معايا ليمون، هو ده اهو. سريعا كده نقطع الليمونه دي شرايح. يلا بينا. اه ليه بقى؟ انا شخصيا بحب اكل الباميه بالليمون، اعصر عليها الليمونه كده وانا باكلها. الله الله. حلو قوي. لا فرق الموضوع على فكره، معاك حق. الليمون مع الباميه اضاف ليها. يلا بينا. الف هنا وشفا. دي طاجن باميه باللحمه الضاني، نشيل كل ده من هنا ونخلي دي نطلع عليها الفطيره عشان عم ايهاب ما يزعلش مني. زي الفل. نشوف الدنيا اخبارها ايه. جاهز ولا نطلع ولا اقول لي معاك وقت قد ايه؟ لسه عايز 10 دقايق 5 دقايق على فكره عشان يبقى في مصداقيه. يلا يا فندم. اهي فطيره فيها خبره طهويه. اه اهي. لا والله استوت، النور بتاع الفرن كان عاكس. بص لي عليها كده مخرجنا. الله عليك وعلى والديك. عطشان يا سمراني؟ لا مش عصير، اسقينا عسل، اكلنا عسل ويجعل ايامنا عسل. يا عسل. اكمل عسل زي ما انا؟ حاضر. اهو 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 اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده هو ده. الف هنا وشفا اللي ياكل منك يا فطيره يا حلوه. حلقتنا النهارده بساطة سهولة مرونة، فيها كلام كتير. اه فيها كلام كتير، وبعترف ان انا بتكلم كتير وان انا بخرج بره الموضوع، عشان احنا في 10 سنين مع بعض ولازم تفهموا مدرسة الشيف المغازي. بشربك وباكلك وبطعمك المطبخ وربكة المطبخ وفن المطبخ وطهي المطبخ وابداع المطبخ بمعلقة من ذهب، وبسهل لك الموضوع وحببك فيه عشان ما تمليش. عندك اولاد في البيت عايزين يشوفوا اللعبه على التلفزيون، عايزين يخشوا على القناه بتاعه الاطفال، كل الكلام ده انا ماليش دعوه بيه. تيجي الساعه واحدة شيف المغازي على القناه الاولى والفضائيه المصريه وبس. رؤيا فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.